اللي بعديها سين وصاد زاويتان متكاملتان، زاويتان متكاملتان بالترجمة هاي، يعني قياس الزاوية سين زائد قياس الزاوية صاد يساوي 180 درجة، هاي معنى متكاملتان. يزيد إشي أكثر من إشي، يعني قياس الزاوية سين بمقدار 104 عن قياس الزاوية صاد، يعني سين شيل لو شلنا منها صاد بيطلع الجواب 104، سين أكبر من صاد ب 104. ما قياس الزاويتين؟ واضحة بالجمع، 2 سين يساوي هاي الصاد حذفت لحالها، اجمع هون 482، إذا سين تساوي 284 على 2، آسف ايوه على 2 ويساوي 142، إذا هاي سين، إذا صاد بدها تكون 180 ناقص 142، 10 ناقص 2 8، 7 ناقص 4 3، إذا 38 درجة. إذا الحل بده يكون عبارة عن 142 و 38. الآن التمارين يعني أتوقع كلهم بسيطات، يعني أنا هذول النوعية من الأسئلة ما راح أحلهم لأنهم تقريبا يعني بسيطات جدا ومباشرات، هذول ما راح أحلهم، بدي هذول جد قيم كل من ألف وباء تجعل النقطة حلا للنظام. هذا سؤال حلو مثلا، هاي فكرة جديدة، خلينا نشوف كيف رقم اثنين بده ينحل. بدنا قيم ألف وباء اللي تجعل 6 و2 حل للنظام. إيش يعني 6 و2 حل للنظام؟ يعني لو حطيت مكان سين 6 بدي أحط محل صاد كم؟ 2. يلا عوض، محل سين 6 محل صاد 2 في المعادلة الأولى، إيش بصير؟ بصير 2 يساوي 6 ألف زائد 2 باء، هاي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية، حط محل صاد 2، 2 تساوي 3 ألف في سين، يعني 3 ألف في 6 بيطلع 18 ألف أيوة زائد باء، هاي المعادلة الثانية. هسا بدنا نحل بالنسبة لباء مش بالنسبة لسين وصاد، خلينا نحذف الباء. شو رأيكم نحذف الباء؟ أتوقع حذف الباء سهل، نضرب فوق في 1 وتحت في 2، بس الإشارات متشابهة إذا لازم واحدة منها تتغير إشارتها، إذا خلينا نغير إشارة الفوقانية. سالب 1، يلا عيد كتابة النظام بعد ضرب هذا. سالب 2 لأنه سالب 1 في 2 بيطلع سالب 2، سالب 6000 ناقص 2 باء، قاعد بضرب بسالب 1، يعني المعادلة الأولى كلها انضربت بسالب 1. المعادلة الثانية كلها بدها تنضرب ب 2. 4 يساوي 36000 زائد 2 باء. بالجمع يلا هاي 2 تساوي 36 ناقص 36000 وهون صفر. ومنها ألف تساوي 2 على 30 ويساوي 1 على 15، هاي طلعنا قيمة ألف. نرجع بنعوض في واحدة من المعادلات الأصلية بنطلع قيمة باء، هاي راح أترككم إياها أنتو تسووها. اللي بعدها مع فاطمة وأخيها خالد، فاطمة وخالد عدد من قطع الحلوى، ممتاز. إذا أعطت فاطمة خالدا 5 قطع من الحلوى يتساوى عدد القطع مع كليهما، يعني عدد قطع، خلنا نقول عدد القطع اللي مع فاطمة خلنا نفترضه سين، وعدد القطع اللي مع خالد قديش؟ صاد. فاطمة أعطت خالد 5 قطع، يعني فاطمة لو شلنا منها 5 قطع كويس وعطيناهن لخالد كويس، بصير عدد القطع اللي هون يساوي عدد القطع اللي هون، بصيروا متساويين بعيدا. أنا شو فرضت؟ فرضت انه عدد القطع اللي مع فاطمة سي وعدد القطع اللي مع خالد صاد، حلو الكلام. فاطمة لو شلنا منها 5 قطع، اخذنا منها 5 قطع واعطيناهن لخالد، يعني خالد صار معه صاد زائد 5، بيطلعوا مالهم 2 متساويات. الان العكس، فاطمة كان معها سي وخالد كان معه قديش؟ صاد، كويس. هاي فاطمة وهي خالد، إذا أعطى خالد فاطمة 5 قطع، يعني خالد شلنا منه 5 قطع وعطيناهن لفاطمة، أيوة، يصبح عدد قطع مع فاطمة يساوي مثلي عدد قطع مع خالد، مثلي يعني 2 ضرب، فما عدد القطع مع كليهما؟ أنا صراحة كونت المعادلات، خلينا نعيد بس ننظم المعادلات شوي. بصير س ناقص 5 يساوي ص زائد 5، بحط الصادات في طرف والأعداد في طرف، سين ناقص صاد يساوي 10، هاي المعادلة الأولى، هاي جبتها من اللفظ الأولاني،
المعادلة الثانية اللي راح أكونها اللي هي سين زائد 5 يساوي 2 صاد ناقص 10. جيب الصاد لهذه الجهة، سين ناقص 2 صاد يساوي سالب 15. هاي المعادلة الثانية. الآن بس باقي نحل المعادلتين معا، وواضح أنه لو حطيناهم تحت بعض حلهم سهل جدا. هاي معادلة رقم 1. لا ممكن نطرح أو أنه نضرب واحدة منهم في سالب، مثلا المعادلة الأولى نضربها في سالب 1، المعادلة الثانية نضربها بواحد ونعيد الكتابة. فبصير سالب سين زائد 2 صاد يساوي 15، سين ناقص صاد يساوي 10، اجمع هي صفر، هنا صاد يساوي 25. ونرجع بنعوض بنطلع قيمة سين وانتهى السؤال. الآن أسئلة المراجعة. أي المعادلات الآتية خطية في متغيرين مع ذكر السبب؟ يلا على السريع. هاي المعادلة خطية ليست خطية، هي متغيرين بس ليست خطية. هون لأنه ميم ضربت في نون ليست خطية، عين لام هذه خطية، هاء واو زين ليست خطية، يعني هي خطية بس مش متغير، مش متغيرين، هي ثلاث متغيرات. هون فيها كاف ولام ما في أسس، إذن خطية. هاي ليست خطية فيها تربيع. هون طبعا لأنه مضروبات يعني صار زي كأنها تربيع. 11 طا هون ثابت معناته هاي خطية. هاي ألف تربيع لام هاي ليست خطية. اللي بعديها السؤال الثاني. أعد صياغة المعادلة بحيث يكون صاد موضوع القانون ثم سين موضوع القانون. سهلة. يلا أول شيء لو بنخلي سين موضوع القانون سهلة، قسم على 24 أسهل شيء. فبصير 4 في 2 ناقص 3 صاد الكل على 24 يساوي سين. وبدنا تختصر بصير هنا 6، فبتصير 2 ناقص 3 صاد على 6 يساوي سين. هاي خليت سين موضوع القانون، هو ما قال بسط أكثر من هيك. لو بدي أخلي صاد موضوع القانون مضطر أفك القوس أو أقسم على 4 الطرفين زي هيك، فبصير 2 ناقص 3 صاد يساوي 6 سين. ومنها اجمع 2 اطرح عفوا 2 من الطرفين، فبيطلع عندك سالب 3 صاد يساوي 6 سين ناقص 2. مش حد يروح يجمع 6 مع ناقص 2، ما بنجمع هذول مختلفات، لانه قسم على سالب 3، اذا صاد يساوي 6 سين ناقص 2 الكل على سالب 3. هي وضعت صاد موضوع القانون. اللي بعده تحقق فيما اذا كانت النقطه المعطاه اذا كل معادله حلل لها. هذه سهل جدا، تاخذ هذه النقطه تفترض انه هاي سين وهاي صاد، بتعوض بتشوف هل الطرفين متساويين ولا لا. يعني بنستبدل صاد ونحط مكانها 3، نحط يساوي، نحط علامة استفهام، يعني هل 3 تساوي 2 في سالب 1 زائد 5. يعني بدلت مكان سين حطيت سالب 1. هل هذول الطرفين متساويين؟ إذا نعم بكون هذا حل، لا ليس حل. يلا 3 تساوي سالب 2 زائد 5، 3 تساوي 3، إذا نعم حل. الباقي عليكم، خلص بكفي واحدة. يلا تحقق إذا كانت النقطة المطلوبة حل النظام. طيب إيش يعني حل النظام؟ بحل أنا ألف بس. أول شيء بدك تأخذ هاي سين وصاد زي المثال اللي قبل شوي، بدك تعوضها المرة مش بس بالمعادلة الأولى، بالمعادلة الأولى والثانية. إذا تحققت المعادلة الأولى وتحققت المعادلة الثانية بكون حل النظام. إذا تحققت واحدة وما تحققت الثانية بقول ليس حل النظام. يلا نبدأ. بصير 2 أربعة، المعادلة الأولى قاعد بحكي أنا، ناقص 1 يساوي 5، يعني هل يساوي 5؟ يلا 2 في 3 6، 6 ناقص 1 5، 5 يساوي 5، نعم. إذا حل النظام الأول، أو عفوا للمعادلة الأولى. يلا نسوي للثاني، سالب 2 في 3 زائد 1 يساوي 1، هي علامة استفهام، يعني سالب 6 زائد 1 يساوي 1، يعني سالب 5 يساوي 1، لا. إذا هذه النقطة ليست حل النظام، وهكذا. لو تحققت الثنتين نقول نعم حل للنظام. الآن بقول لك حل الأنظمة التالية بجانب بالطريقة الموضحة من كلنا وتحقق من صحة الحل. بده بيانيا بالرسم البياني، بالتعويض، بالحذف. هذول أنا بترك لكم إياهن لأنهم هذول خلاص صاروا تكرار، طلعوا على الفيديوهات السابقة شوفوا كيف حليناهم ودربوا عليهم. يلا يراد تصميم وسيلة تعليمية من قطع كرتون مستطيلة الشكل محيطها. مستطيلة الشكل كيف يعني مستطيلة الشكل؟ يعني طب احنا بنعرف شو يعني محيط المستطيل؟ بنعرف محيط المستطيل،
لو فرضنا الطول سين والعرض صاد فبيكون هاي سين وهاي صاد. إذا محيط المستطيل أنا حافظه وعارفه وفاهم معناه إنه محيط المستطيل هو مجموع أطوال أضلاعه، مش بس المستطيل أي مضلع، فهو عبارة عن 2 سين زائد 2 صاد. إذا محيطها 200، يعني 2 سين زائد 2 صاد يساوي 200. هاي المعادلة الأولى. والفرق بين بعديها يعني سين ناقص صاد يساوي 20. هذا نظام معادلة، إما بتحله بالحذف أو بالتعويض. طبعا هون المعادلة الأولى واضح أني أنا بقدر أبسطها وأقسم على 2 كل الأطراف. لو قسمنا هون على 2، قسمنا هون على 2، قسمنا هون على 2، شو بصير النظام؟ طلع كيف بصير؟ سين زائد صاد يساوي 100، سين ناقص صاد يساوي 20. بالجمع مباشرة الصادات بنحذفه، 2 سين يساوي 120 وسين يساوي 120 على 2 ويساوي 60. إذا الطول راح يكون يساوي 60. العرض إيش راح يساوي؟ ارجع عوض في واحدة من المعادلات اللي هو سين زائد صاد يساوي 100، حط مكان سين 60 زائد صاد يساوي 100 ومنها صاد يساوي 40. إذا العرض راح يكون 40. نحل السؤال بشكل كامل. الاختبار الذاتي هذا انتم بتتدربوا عليه لوحدكم وبتبعثوا لنا اياه على موقع إدارة التعلم حتى نتأكد انه حلولكم صحيحة او غير صحيحة، وركزوا عليه هاي الانواع من الاسئلة ربما تكون اسئلة الاختبارات. ان شاء الله في فيديوهات قادمة على الوحدة السادسة اللي هي الانشاءات الهندسية.